وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير جريدة الاتحاد الإماراتية. بعد التحية سيد محمد، طبعا دعني أبدأ بالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل قطر قد رضت بأن تكون فعلا بديلا لفشل طهران في محاولة تحكمها بعواصم الخليج؟ نعم، مساء الخير. أولا أعتقد اليوم الحالة التي تمر بها المنطقة والمساحات التي فتحتها الدوحة لإيران بلا شك أنها تعطيها فرصة جديدة ورئة جديدة كي تتنفس وتجد مساحة لتتحرك فيها في المنطقة. على طوال السنوات الماضية ودول الخليج تحارب التدخل الإيراني والتوسع الإيراني في محاولاتها حقيقة في شبه الجزيرة العربية بشكل عام، محاولات للإضرار بالأمن في البحرين وتدخلاتها في اليمن وكذلك في العراق قبل ذلك والدول العربية. واليوم نأتي وبدلا أن تقف الدوحة مع شقيقاتها الدول الخليجية والعربية لإيقاف الأطماع الإيرانية ومنعها من التوسع أكثر وأكثر، نجد أنها تضع يدها بيد إيران وتضع يدها بيد العدو الذي يضر بمصالح المنطقة كلها. ولذلك أنا أعتقد اليوم الخطأ الاستراتيجي الذي ترتكبه الدوحة في حق نفسها أولا، يعني نعم، يجب أن تدرك تماما أن هذا الخطأ في حق قطر وشعب قطر، ثانيا في حق شعوب المنطقة، وهذا الأمر ربما ما سيجعل دول المنطقة تكون أكثر حجما وحسما مع الدوحة في المرحلة المقبلة. فمن غير المقبول أبدا أن تسمح بوجود عدو واضح يهدد أمن واستقرار دول المنطقة. سيد محمد، قطر قامت 2015 بتوقيع اتفاقية أو أول اتفاقية أمنية عسكرية مع الحرس الثوري الإيراني، منحت فيه طهران حق تدريب الجيش القطري، هل توضح لنا ما أبعاد وخطورة هذه الاتفاقية؟ نعم، في البداية نحن يعني لا نعترض على حق الدول في توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى، فهذا حق سيادي ومكتسب لكل دولة. ولكن عندما نتكلم عن اتفاقية مع دولة جارة وثبت تورطها في دعم الإرهاب وثبت تورطها في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة والعمل بأجندات تضر بهذه الدول، أعتقد هنا تكمن المشكلة في أنك أنت تضع يدك بيد دولة وأنت تعرف تماما أن هذه الدولة تعمل ضد محيطك الخليجي ومحيطك العربي. فهذا يعني مثل هذه الاتفاقيات بلا شك تشكل على المدى البعيد خطر على دول المنطقة، على أمن هذه الدول، على استقرار هذه الدول. عندما يأتي الحرس الثوري ويكون بين ظهرانينا، أنا أعتقد هذا أمر غير مقبول أبدا ولا يمكن أن يستمر، ويجب أن ندرك تماما ونحن نعرف هذا الشيء والدوحة تعرف هذا الشيء أن إيران في يوم من الأيام لم تكن حريصة على أمن واستقرار هذه الدول، وبالتالي وجود مثل هذه الاتفاقيات تبدو يعني وكأنها يعني تساعد قطر ولكنها في الحقيقة كمن يأتي بالنار ويشعله في بيته. نعم، بعد المقاطعة العربية يعني بسبب سياسات تميم في دعم الإرهاب، إيران تحاول التقرب من الدوحة، ما الهدف من هذا التقارب، خاصة وأن اليوم ربما تطمح إيران بأن تكون الدوحة ممرا لضرب الخليج، ألا تعي قطر اليوم ما حجم هذا الضرر الذي تسببت به؟ الكل يدرك أن إيران تحلم بأن تجد لها طريقا نحو الخليج، نحو الجزيرة العربية. نعم، وقد حاولت في البحرين مرارا، وقد حاولت في المنطقة الشرقية في السعودية مرارا، لكنها سقطت في محاولاتها. اليوم القطر تفتح أبوابها على مصراعي لإيران، تقدم لهذا النظام هدية حقيقة مجانية اللي يعني تجد لها ممرا نحو منطقتنا. ويعني هذا الأمر من الصعب أن نصدق أن قطر لا تدرك هذا الشيء. بالتأكيد القيادة القطرية تدرك هذا الشيء، تدرك خطورة هذا الشيء، تعرف تماما الأطماع الإيرانية والأحلام الإيرانية، ولكن لماذا تقبل بهذا الوضع؟ لماذا تقبل بهذا الخطر حقيقة الواضح؟ هذا السؤال الذي
الجميع حقيقة يتساءل ولا نجد جوابا صادقا وصريحا عليها. ولكن هناك سؤال آخر ربما أود أن أطرحه عليك. بالأمس وزير الخارجية القطري أدلى بتصريحات قال فيها بأنه لا يوجد هناك أي تفاوضات حول سياسة قطر الخارجية. كيف يمكن أن يكون هناك بصيص أمل إلى عودة قطر إلى الحضن الخليجي مع كل هذه التصريحات وهذا التعنت القطري؟ هذا الموقف متوقع حقيقة في ظل الضغط الشديد على الدوحة، وهي تشعر بأنها معزولة، فبالتالي تحاول أن تبين نفسها أنها قوية، والعكس هو الصحيح. أنا أعتقد اليوم الدوحة في الداخل تشعر بأنها في وضع ضعيف جدا، وضع سيء جدا، ولكن المكابرة والعناد لن تتخلى عنهما الدوحة بسهولة. الأمر الآخر حقيقة والذي يجب أن تدرك الدوحة تماما أن لا أحد يتدخل في قرارها السيادي، ولا أحد يريد أن يؤثر على سياستها الخارجية، لكل دولة حقها في سياستها الخارجية. ولكن إذا كانت الدوحة تفهم سياستها الخارجية بأن تدعم الإرهاب، وأن يأتي الإرهاب إلى عقر دارنا في الخليج، فهذه ليست سياسة خارجية. نعم. هذه سياسة تخريبية، هذه سياسة ضد دول المنطقة وتدخل في شؤون الداخلية. وهذا الشيء الذي لن نسمح به ولو اعتبرته الدوحة سياسة خارجية أو سيادة داخلية. نعم، من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.